في الأراضي المحتلة استشهد رمزي فتحي حامد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قرب مدخل سلواد شرق رام الله. وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللتها اعتقالات طالت 15 فلسطينيا وسط اندلاع اشتباكات مسلحة في جنين. وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت برقة شرق رام الله وبطن الهوى جنوب المسجد الأقصى ونفذت حملة اعتقالات، كما اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. وفي إطار اعتداءات المستوطنين دهس مستوطن الطفل جبريل محمد شرقي بيت لحم. قاطع الشارع جاي المستوطنين داعسيته ومدشريته، يعني ما حملته، يعني خلته مرمي في الشارع، غير اخوه شايف عمره 13 سنه جاي يحمل فيه، والولد مغيب. يعني انا رن علي من الدار، انا بشتغل في الشغل وجيت مروح، وودنا عند الدكتور في التعامل عندنا في تقوع، ومن تقوع اجت برنس حملته، وبعرفش اذا لقيتهم برنس اسرائيليه ما بعرف. كان في حاله صدمه، يعني كان القياسات الحيويه منخفضه، كان الضغط عنده منخفض، كان النبض في تسارع شديد، كان الطفل عنده فقدان للوعي. تم وضع انبوبه للتنفس الاصطناعي، تم اعطاء المحاليل الطبيه لتحسين ضغط الدم، وبعد استقرار الوضع العام تم إرساله للتصوير الطبقي. التصوير الطبقي أظهر رضوض شديدة على الرئة، وأيضا التصوير الإشعاعي أظهر كسور في الساق اليسرى.